بمشاركة 100 شاب وفتاة من خريج نماذج محاكاة مجموعة بريكس، أطلقت وزارة الشباب والرياضة أندية شباب بريكس في 7 مراكز شباب ب7 محافظات. سعداء أن يكون في إطلاق لأحد البرامج، مع أن الوزارة بدأنا من 2018 تتبعا في برامج متعددة على المستوى الرياضي وعلى المستوى الشبابي، لكن النهاردة في يعني مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء في وجود وزارة الخارجية بنطلق أندية البريكس بريكس بلس في مراكز شباب مصر. المبادرة تأتي في ضوء مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة تجمع بريكس وتوصياتها بأهمية التشبيك بين الدول. على المجال الاقتصادي طبعا في دول عندها قوة اقتصادية وصناعية كبيرة جدا، حتى في مجالات السياحة، يعني في الحقيقة تنوع كبير جدا في دول البريكس، فبالتالي انخراط الشباب المصري مع شباب الدول دي بيعمل قيمة مضافة ليهم وبيسمح لهم بالانخراط والانفتاح والتعلم والتعاون مع الشباب في الدول دي. وحظي الحدث بمشاركة الشباب ورواد الأعمال من دول التجمع. أعتقد أن بريكس منصة مهمة للتعاون، وأرى أن مشاركة مصر وبخاصة الشباب في مجال ريادة الأعمال سيعود علينا جميعا بالنفع، وسعيدة أن مصر وروسيا في تحالف واحد مثل البريكس. وتستهدف المبادرة صقل مهارات الشباب وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في المجالات كافة. عايزين نعمل ملتقى شباب خاص بريكس لجميع دول تكتل بريكس، ده هيفيدنا ان احنا هنقدم رؤى اساسيه هتفيد الدوله طبعا بالمستقبل، بالتعاون طبعا ان احنا نستفيد من الصناعات المختلفه زي روسيا زي الهند زي الصين والتكنولوجيا اللي هم استفادوا منها كشباب اساسي. النهارده هنا عشان نشارك كشباب في الرؤى ازاي نعزز التعاون ما بين شباب البريكس، سواء عن طريق تنميه المشروعات، رياده الاعمال، انشاء منصه لتبادل الخبرات بين الشباب. وأصبحت مصر عضوا كامل العضوية في تجمع بريكس بداية من عام 2024 في المجموعة الاقتصادية التي يبلغ حجم اقتصاداتها حوالي 28% من الاقتصاد العالمي. ويمثل إطلاق أندية شباب بريكس خطوة مهمة لصقل مهارات الشباب المصري في الإدارة والتخطيط من خلال تبادل الخبرات، تأكيدا على أهمية دور الشباب في التعاون بين الشعوب. من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، محمود العزالي، النيل للأخبار.